فين القانون يا ريس؟ هو القانون انت اشرت الى يعني جهد استمر اكتر من سنتين، وكان لازم يكون اتحرك بالسرعة اللي الاعلام يحتاجها، صحيح، واللي يبقى تجسيد للاستجابة للدستور. انما للأسف الشديد احنا احيانا في الأجهزة التنفيذية بنتحرك ببطء غير مبرر احيانا، نخليها كثيرا، ماشي كده عشان بس الناس تصدقنا بس ماشي. فبالرغم من ان كان فيه فرصة ذهبية، اخر اجتماع انت اشرت اليه واللي حضره وزير التخطيط الدكتور اشرف ورئيس الوزراء، وحضر مجموعة مننا من لجنة الخمسين التشريعية، كان في قبل كده استعداد ان هو يطلع بقرار بقانون من الرئيس الجمهورية قبل مجلس النواب. مظبوط. انما الامور زي ما اتفقنا بقى مشيت بالوضع السلحفائي، واخد جنبيها بقى يعني المشروع ده واخد جنبيه مشروع اقدم بكثير، وهو مشروع قانون نقابة الاعلاميين. صحيح، ده لسه جايين في موضوع نقابة الاعلاميين. ده هنيجي نتكلم فيه حدوته تانية الحقيقة. لا ده اضف الى ذلك، وده برضو جزء من علامات الاستفهام اللي عايز حضرتك لو امكنك ذلك يعني تجاوبني عليها، هو انه دستور 2014 الذي استفتينا عليه وكلنا رحبنا به ومواد وكذا، نص على تأسيس المجلس الوطني للإعلام والمجلس الوطني للصحافة والمجلس الأعلى مش عارف كذا، وما فيش حاجة برضو حصلت. ده دستور بقى، ده نص دستوري، ومع ذلك ولا حد شاف ولا حد دري. هو نص دستوري، ولعله الدستور نفسه ينظر إلينا الآن بقدر من التساؤل والدهشة، وبلاش كلمة السخرية. ان منين بتجروا وتعملوا دستور بالظبط كده؟ ده ثمرة من اعظم ثورتين في تاريخ مصر وممكن في تاريخ العالم لغاية دلوقتي. ليه الحقيقة انا يعني بقول لك عندك تفسير؟ نعم عندك تفسير. ما فيش تفسير حسن النية. أيوة. انما البعض بيسيء النية، وانا لا ارى مبرر لإساءة النية لسبب. طب لمصلحة مين ان الاعلام يظل في هذا التخبط وهذه العشوائية؟